يسعد مساكم بنات، شلونكم؟ ان شاء الله الكل يكون بخير وصحة وسلامة. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد مشترياتنا الخاصة اللي غير شكل. طبعا هذا السيت فتشي روعة يجنن، كان عاجبني من زمان اجيبه واخيرا جبناه. ايش قد حلو كيوت. طبعا هذا السيت اخذته بسعر 23,000، اشتريته من المنصور. افتح لكم اياه حتى تشوفوا بشكل اكثر ادق شش قد حلو. اخذته من مجمع سهام العبيدي. هواي بنات قالوا لي نزلي المشتريات اللي اشتريتيها، وهذا الفيديو تلبية لطلباتكم. هذا الشكل شكله. اشتريت ايضا هاي القاعدة مال الكيك وسعرها كان بأربعة وربع. شوفها لكم، طبعا هاي شنو هالشكل، يعني من تسقلين الكيك حتى براحتك، كلش حلوة وعملية وسعرها كلش رخيص. وايضا من هنا بيها لاستيك على مود من ثبتيها على الكاونتر تثبت، بعدين لما تخلصين الشغل تقدرين تسحبيها على مود ما تتحرك. ما اشتريت هواي شغلات من سهام العبيدي، كنت مستعجله واخذت بس هاي الشغلتين. خلي اشوفكم شنو الاغراض اللي اخذتها من الجدار. يعني اخذت هاي الوردات الحلوين الكيوت، اخذتهم بسعر 3,000 وربع. حلو شكلهم هذولاك، هم عجبوني بس قلت لا هاخذ بس قطعة واحدة. عندي هواية وردات والله، فاخذت هاي الوردات. وايضا شنو اخذت، اخذت من عندهم هاي اللي انسقي بيها، يعني اذا عندنا شوكولا سائلة او حليب محلى فممكن انسقي بيها. وسعرها شقد رخيص، سعرها ب1500 دينار فقط، كلش حلوة ورخيصة وعملية ايضا. وراح اشوفكم شغلة الموقف اللي مريت بيه. شوفوا شنو اللي صار وياي. القبغ مال الجدر وقع من عندي، وشوفوا شلون تفلش، والقزاز دخل برجلي لانه اني فارشة زوالي بالمطبخ فتأذيت بيه، فخربت عندي الجدرية. فسويت رحت جبت من الجدار، لقيت عندهم قباغة ما جداري. ابي اشوفكم ترارا، استبدلنا القباغ وعادت الحيوية للجدر مالتنا. يعني قهرت والله، قلت هذا عندي خش جدر حرامات خرب، وبعد بيش راح اقبغ. ف صدفة واني كنت هناك دا اشتري شفت هاي القباغة، قلت والله ممتاز وسعره شوف ايش قد رخيص، سعره ب2000 دينار. فرجعت الحياة للجدر مالتي. وعلى فكرة اكو كل الاحجام، يعني اكو قبغ صغيروني، اكو وسط، اكو اكبر، يعني كل الاحجام عنده. انا شفت ايضا بياسر وعمر للهدايا، والاسعار اعتقدها من نفس الشيء، ما اعتقد يعني اكثر من هذا السعر. فاذا حابين وعدكم جداري نقباغة مالها رايحة، وانه يكون الجدر انه يسوى انه تبدلين عليه قبغ، مو ترحين يعني مثل ما يقول جدر شوفيه تعبان ترحين تشتري له قبغ، لا حرام. بس انا يكون هذا الجدر قلت لكم كلش زين وما مشخط زين، فقررت ان اخذ له قبغ، ولو كان تعبان اشتري جدرية وخلاص. وهسه حشوفكم الجدرية اللي ايضا اشتريتها من هناك.
وشوفوا شنو اشتريت. هذا جدار، تذكروا هذا من شفته قبل فترة، أيضا بجدار بس كان جدار سنتر اللي بالمنصور بالمول، وما أخذته. وياهو اللي أسألها عليه تقول والله ما مجربته وأخاف الخرز مالته راح يوقعون، فما راح ناخذ من عنده. كلهم تخلوا عني ولا واحدة راح تشتري من عنده صديقاتي. قلت لهم خلاص راح أصير أني كبش الفدا، وراح أني أشتري لي فد واحد وأقول لكم عليه إذا كان زين أو لا. فأخذته بسعر 17,000. وطبعا نازلة طاوات هم هالشكل بها اكسسوار. والولد اللي هناك اللي كانوا بالجدار قالوا لي اطمني انه هاي ما تنشلع، لان اكو ناس جربوه حسب ما هم قالوا، ولا هذول ايضا ينتزعون. فان شاء الله يطلع كلامهم صحيح وبمحله وبمكانه. وقالوا لي ايضا هاي حاولي تدهنيها قبل لا تستعمليها، ادهنيها بشوية زيت او زيت زيتون. راح اجرب هاي الطريقة، ادهنها بشي زيت او زيت زيتون واعوفها واغسلها يعني بعد في ساعة او ساعتين، وابدي اجرب بها الطبخات مالتي. بس يا عيني يعني شنو من جدر يخبل، حرامات واحد يستعمله ويخربه. كلش حلو، قلت اني اذا ما استعمله فراح اخليه ديكور لانه كلش حبيته. او اشتريت شنو بعد؟ اشتريت هاي ب750، هاي تعرفون كلكم اكيد تعرفوها، هاي مال الكريب، يعني تخلين عجينة الكريب بالطاوة، او ايضا الخبازة الكهربائية ممكن ان واحد يسوي عليها الكريب، يعني هالشكل سوين خطة دائرية بها وتطلع يعني ناجحة للكريب ب750 دينار. اخذتها كلش رخيصة ومناسبة الأسعار كانت. هاي المشتريات كانت من الجدار سنتر وأيضا من سهام العبيدي. هسا راح أشوفكم شنو، راح أشوفكم المسواك اللي أيضا اشتريته. مثل ما تعرفون كل مرة أني أشوفكم المشتريات مالتي. جبت شنو؟ جبت شوكليت، قهوة الشوكليت الساخن، وأيضا جبت قهوة ثانية. قهوة الشوكليت البارحة فرغتها وجربتها طلعت كلش طيبة، فاليوم أخذت هم شوكليتية بس على غير شكل. هاي طلعت طيبة وحابة أجرب هذا النوع لأنه شربتها بمكان كنت معزومة وكلش طيب طلع طعمها، فقلت خليني اجربها. وعن جد البن ما رضى الوان، فشي لا يعلى عليه، لان مع الاسف بن العميد غشوا، يعني نادرا ما نلقي الشيء الصحيح انه ما مغشوش، الاغلبيه يطلع يعني محمصه زايد، تطلع مره ثقيله هيك شيء، فماذا يجيبون شيء الاصلي، ماكو شيء مغشوا. وهذا الحليب كلكم تعرفون سعره ب1500 الواحد بربع دينار. وجبت هاي الكيكة، قطع كيك، هي مو كيكة بس شكلها وطعمها، يعني اخذت منها قطعة قلت خليني اجربها، شكلها وطعمها نفس طعم مال الكيك مال الكندر، فسعرها رخيص. الكندر اغلى، هذا الباكيت كله سعره ب5,000 دينار، ب24 قطعة من الكيك. فليكون انه طعمها طيب جبتها، جربت قطعة يلا اشتريتها. دائما من تردون تشترون هيجي شغلات باكيتات، اول شي لازم تشوفوها طيبة لو لا يلا تورطون وتشترون، حتى واحد اقلها يكون عنده معرفة ليش يشتري شي يطلع ما طيب. انا اخذت شنو، هذا الوينر، هذا كابتشينو سعره ب2,000 دينار، بكمية من الكابتشينو، يعني هذا الجاهز هالشكل يصير اضرب، اعتقد ب24 قطعة ب2,000 دينار. واخذت هذا العيش، طبعا هذا ب1,000 دينار سعره كل مكان. واخذت هاي مال ريجيم كندر، هاي بالشوفان، هاي سعرها ب4,500. وايضا هذا البسكوت، هذا هم سعره ب4,500، هذا بالبندق.
والنوتيلا هاي ما أعرف سعرها، أعتقد ب6000 دينار سعرها. والدانيت هذا الواحد ب500، والكريم شانتي هذا ب750، الزبد هذا سعره ب2750، خذت اثنين يعني ملح وبدون ملح. وهذا البسكت القطع ب4 دينار، وهاي الشوكولا الوحدة ب750، وهذا البسكت ما اعرف سعره والله ما دا اتذكر، بس هاي الشوكولا اعتقد سعرها قال ب2000 دينار. هاي الاسعار كانت مال المشتريات مال المسواق. وهذا الحليب دا يقولون كلش طيب الانجور، فحبيت اجربه بس ما اعرف ايش قد سعره والله ما دا اتذكر. هذا الحليب سعره ب1500. وهذا الجبن طبعا هاي الشركة مال اجبان روعة كلش طيبة. هاي اعتقد ب1500 الواحد، مع يعني قطعة الجبن ب1500. وهاي المربى ما اعرف ايش قد سعرها، يعني اكو شغلات يعني ما اتذكرهم صراحة، بس اتذكر هذا القشطة سعرها ب500 دينار، وهذا اللبن ايضا على 500. هذا اللبن بالنعناع، وهذا ابني الفصعون اخذ هذا ما اعرف شنو، ليش يحبه ما اعرف. واخذت شنو كورن فليكس، هذا كلش طيب، هذا سعره ب1000 الواحد، فاشتريت من عنده 7 اكياس لان يحبون مجموعة. هاي شغل ترستها العلاقة يعني يحبوها، بس اكو شان نوع مختلف، هذا جبته مختلف، هذا على شكل حيوانات، شان البسكت اللي يجي على شكل حيوانات، فهذا واحد ممكن ياكله كبسكت او يخليه بالحليب هم طيب. وشنو بعد؟ البيبسي والزيت اللي كان بالحصة، ماكو لا زيت ولا كل شيء، بس يقولون اكو حصة بس بالواقع ماكو. هو اكو بس المشكلة مالتنا ابو الحصة 24 ساعة معزل، وابدا ما نلقي يفتح بس بالليل، واحنا ما نقدر نطلع بالليل، فنضطر ان نشتري هالشكل يعني مسواقنا. شو نسوي؟ تبقى بذمته. هنا أنا جبت 3 كيلوات من البرتقال، لأن يعني البرتقال فيتامين سي وكلش مهم بأجواء الشتويات، وأيضا بهذا زمن اللي الله يبعدنا ويبعدكم عن الأمراض. وشنو بعد؟ الرارنج ب750 سعرة، وأيضا الرارنج كلش ممتاز يعني. وجبت هنا أنا الموز الكيلو كان ب1000 دينار، الموز كلش زين رخيص. وجبت افطار، الافطار كان النص كيلو سعره ب2.5، بس انا جبت كميه بسيطه جدا لانه ما يحبوا جهالي. اوكي هذا الافطار. وهنا انا جبت شنو المريومه كستنه، هسه راح نشعل الصوبه ونخلي الكستنه ونخلي وياها شنو، راح اسوي شاي نومي بصره وكستنا ونقعد على العصرية مالتنا نخلي الحبشكلات. ولهنا خلص الفيديو مالنا لهذا اليوم، ان شاء الله حبيتوا واستمتعتوا به وشفتوا الاسعار وشفتوا المشتريات مالتي حبيباتي. ان شاء الله التقيكم اكيد على فيديو جديد. اترككم برعاية الرحمن وحفظه، باي باي.